ترى ما قطعت على يوتيوب، انا موجود ولكن الظروف الحياتيه يا جماعه الخير سامحونا يعني. Anyhow في هذا الفيديو راح نشوف مواقف كرويه خارج السياق، شطحات كذا في عالم المستدير، في المستطيل الاخضر، عرفت مصطلحات حقين الكوره. لايكات قبل ما نبدا يا جماعه الخير، اشتراك في القناه كمان اذا ما كنتم مشتركين، ادخلوا الجيش محاربي الطفش اقوى الجيش في اليوتيوب. وتعرفوا دائما احنا ايش مفروض نسوي، 1 2 3 أنا ماني إنسان حق كورة ولكن خلونا نشوف. أيوة ما شاء ما شاء الله ما شاء يا شيخ. مين يعرف هذاك الحارس اللي يسوي حركة العقرب؟ هذا هو، صدقوني هذا يملك من جينات هذاك الحارس. خرب بيتك ايش ذا؟ ايش فيها العويس؟ معليش يعني العويس ما هو زي كذا. جماعة واضح انه انا مرة ماني حق كورة. فين دخية؟ فين فاندرسار؟ مشجعين كريستيانو رونالدو. والله العظيم يا جماعة الخير على قد ما هذا الموضوع يعني يحزن، يعني خصوصا انه انا نصراوي يا جماعة الخير وهذا الشيء اللي انا اتحفظ على قوله يعني، لكن هذا الفيديو فيديو كورة فخلونا يعني ايش نشارككم ميولنا الكروية. انا مبسوط ان كريستيانو رونالدو في النصر، كنا نقول هذه حتى في احلام العصر ما تجي يا جماعة الخير، لكن هذا الواقع. كريستيانو يا اخي معليش نبغى مستوى، فين المستوى يا كريستيانو؟ الجمهور مساكين كلهم كريستيانو، اوه كريستيانو يركض ناول لكريستيانو، ليه ما تناول لكريستيانو؟ المهاجم قدام بيسجل هدف، لا ناول لكريستيانو. صراحة يعني هم كذا كريستيانو وجورجينا مع بعض باكج، عارف؟ واقعية واقعية. أيوة إن شاء الله تكون بسيطة. إيش؟ إيش؟ لحظة ما سقط ما سقط، صدقوني ما سقط يا جماعة الخير. أيوة ما شاء الله والله انك كذاب، والله انك كذاب. هذه الحركات اسمع خوي، هذه الحركات كنا نسويها في البدنيه معليش يعني، لكن حركات اللي امثل عشان اجيب بلنتي خلاص يا ابويا، حركات ريال مدريد ما نبغاها معليش يعني. لا مو حركات ريال مدريد، حركات ايش؟ نادي الهلال عارفين. عبد الله يثير الجدل في هذا الفيديو. امزح امزح، ريال مدريد زعيم اوروبا، الهلال زعيم اسيا يا جماعه، بس انتوا حطوا لاكات ماشي. ايوه ايوه واو ايوه يا شيخ. مين هذا الفنان؟ مين هذا اللعيب؟ تعال جيبوه عندنا في النصر. هذا انا يا جماعه الخير لما اشجع بس لحظه ايش اللي في يده؟ لا 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 لا, لا. حتى المعلق مصدوم. مخرج المباراه نكب يا جماعه الخير، ايش هذا غلط؟ في بزورة هنا لا حد يشوف. لا لو ما تعرف ايش اللي في يده انا اقول لك اضغط لايك على هذا الفيديو، روح تابع دورا، دورا تعرض في قناه نيكولوديان، لحد علمي يعني انها تعرض في نيكولوديان، ما ادري اذا نيكولوديان الحين موجوده ولا لا. طفوله كريستيانو رونالدو يا جماعه الخير. حيجيب راس ابوه، شكله يحب امه اكثر من ابوه انا عارف. يا ساتر لا هذا الولد. الله كلام سليم، على حسب خبرتي يا جماعه الخير اي احد يتكلم بهذه اللغه لازم يجيك لعيب كوره، يعني في العقل يعني يجيك واحد أبورا أفورا هذول ما يعرفوا يلعبوا معلش يعني، بس اللي يتكلم زي كذا اللي يتكلم بهذه اللغه لعيبه كوره يا جماعه الخير معلش. اهلا وسهلا، مساء الخير. ايوه اوف رجعتها جوا، لا لا انا اعرف الفيديو هذا زي ايش، هذا زي لما تجيك وحده ايش مزه في الجمهور والمخرج يحط لك اللقطه عليها فجاه كذا المعلق يجيب العيد عارف زي استرا جابرييل وانت تتابع الكوره في البيت مع الوالد ابوك فجاه يطالع فيك يقول لك صليت المغرب ولا ما صليت المغرب.
هذا المشهد نفس الشيء بالنسبة لي مشجعين كرة القدم. والله العظيم يا جماعة الخير، الحمد لله أنا أشجع كرة السلة يا جماعة الخير، ما أشجع كرة القدم، كرة السلة والكرة الطائرة. بالمناسبة اسمها الكرة الطائرة مش كرة الطائرة، كرة الطائرة يعني كرة وطيارة، هذه اسمها الكرة الطائرة يعني الكرة تطير. يسعد مساكم ركات شباب. باس porque o retorno também dos jogadores da frente não foi tão rápido. حلو الانيميشن حق الاعلان طلع بنفس اللقطه. والله العظيم المخرج هذا فنان يا جماعه الخير، هذا البراندنج، هذه حركات الدعايه والاعلان يا جماعه. شوفوا تدرس 5 سنين في الجامعه وتجيب شهاده تعلقها وراك، بالاخير مخرج كره قدم ينهي مستقبلك ومسيرتك الاكاديميه في لقطه هو حتى ما هو مستوعب. الدعايه والاعلان صح. ايوه هذه فدائيه يا جماعه الخير. ما تعرف الفدائيه؟ الفدائيه واحده من اخلاق كره القدم، لازم تكون فدائي، وكلما كنت فدائي اكثر الجمهور يحبك. شو سيرخو راموس الكل يحبه ليش؟ لانه الفدائيه. ما تعرف الفدائيه يا شباب؟ اسوي لكم فقره فلسفه؟ لا اوكي. ايوه لا هذه الاحتفاليه يا جماعه الخير لازم يحطوها في فيفا. ترى ما هي قلة أدب، لا الحركة تريبل إتش. ما تعرف تريبل إتش المصارع؟ ما لحقت المصارع يا شباب. تريبل إتش شون مايكل، كان اسمه شون مايكل أتوقع. حركة تريبل إتش يا جماعة الخير، معلش قانونية هذه الحركة. ما شاء الله على الشباب. جا البعوص جا الب... لا دخول المدير يا جماعة الخير، دخول المدير كذا يفتح الباب، ايش قاعدين تسووا هنا عارف؟ بس حلو التواضع منك يا انشيلوتي، عشان كذا انت مدرب عظيم، لانك ايش؟ يو فايند الكومن جراوند اللي بينك وبين اللاعبين، عشان ايش؟ تسوي نفسك معاهم عشان تعرف تأثر عليهم، والله مدرب عظيم يا انشيلوتي كان عندي بعد نظر فيك، صراحة يعني. ها 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 كريستيانو في النصر. ها بس هذا الفيديو اثبات ان الجمهور من جد يتحمس على اي خربوط يسوي كريستيانو رونالدو، اي حاجه يسويها انا تحمست ما اعرف ليش. كريستيانو مستوى تفضل لاعب في التاريخ يعني، بس اقول ايوه لاحظ الفيديو هذا لازم نشرح لكم يا جماعه الخير. ركز لي على الحارس ايش سوى، بالله حط لي سلو موشن يا مخرج. ايوه شوف الحارس ايش سوى. الحارس اخذ كوره ثانيه ورماها للملعب. وطبعا من قوانين كره القدم ما تقدر تلعب وفي كورتين، هذه مو فقره فلسفه يا جماعه الخير، هذه مداخله بس، ما تقدر تلعب في كورتين في الملعب. الحارس طالع من المرمى عشان يخرب اللعب ويلحق يرجع للمرمى حقه يدخل لك الكوره الثانيه عارف. هذا انا في كل المواقف الاجتماعيه، لما كذا في حاجه ما تعجبني عارف، العب ولا اخرب، ايه هذا العب ولا اخرب. الفيديو بايخ يا جماعة الخير بس الموقف يضحك والجمهور مبسوط. يا اخي الجمهور الله يسعد اي جمهور في العالم، ينبسط على اي تفاهة في العالم عارف. لا سوى في حاجة اسمها سيكولوجية الجماهير، هذا كتاب ألفه احد الفلاسفة العظماء جوستاف لابون. ما تعرفوا جوستاف لابون؟ خلوكم تقولوا لي لا تسوي فقرة فلسفة، والله ما اقول لكم مين هو جوستاف لابون، ما اعرفه، بس حطوا لايك اعلمكم مين هو جوستاف لابون في فيديو الجاي. ايوه الاشعارات شغاله كابتن. Fucking busted. Oh, that's regret. طلع الواد ما تفرق معاه الاشعارات شغاله ولا ما هي شغاله. لعيب ولدنا هذا فنان يا جماعه الخير. شايل تيفو يعني الوجه انا شايفه ميسي، كاتبين رونالدو ليش؟ انا بعرف يمكن بالغلط، يمكن يعني اللي رسم التيفو شكله هلالي، واضح ماني ما اعرف ايش دخل بس شكله كذا فاهم. يا شباب شباب ولا الفتح يسعد مساك. ايوه ربعنا جايبين ما شاء الله المحترف الدولي. ما شاء الله عليكم. ألاعب محترف دولي يا جماعة الخير، إيش بكم؟ هنا عندنا ركلة الجزاء أعزائي المشاهدين، يتقدم اللاعب يا كابتن. كابتن
الباب في النص. هاي تحسها هرجة يمديك تستعملها مع مين؟ اللي يلعب معاك فيفا لما يشوت كده شوت باي خفاح يشوت فوق ولا ضغط دائرة بدل مربع. يلا كابتن الباب في النص ترى. أيوة. بالغلط يا اخي يا اخي بالغلط والله الحكم هذا مشخصنا بزياده معلش الحكم مشخصنا بال يا اخي بالغلط يا اخي حكم ايش هذا كره زعل الحكم هذا هو يصير لي زعل مين انت عشان تسوي زكاه تعال تعال خذ كرت احمر بس مع ان الحكم هذا اعطى كرت احمر فانا ما راح اعطي كرت احمر ولكن راح اطلب منكم انكم تعطوني زر لونه احمر ها ايش هو الزر هذا سبسكرايب اكيد تحصل جنب اسم قناتي في زر مكتوب فيه سبسكرايب اضغطه بعدين تضغط الزر اللي زي كذا اللي فيه لايك ويعطيك الف عافيه حبيبي تسلم كذا انت تكون محارب طفش رهيب اشكرك من كل قلبي على متابعتك لهذا الفيديو ان شاء الله تكون استمتعتوا وانبسطتوا اشوفكم باذن الله في الفيديو الجاي سلام عليكم.